إدارة الطيران تعرفينها، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بالضبط. جت لهم رسالة من طفل عمره 9 سنوات مقدم لهم طلب تعيين. فالجميل في الموضوع أن وكالة ناسا تفاعلت مع هذا الأمر بشكل جدا رائع وردت على الطفل وما أهملت رسالته. طبعا هو الطفل قال في رسالته، هو أرسل رسالة وناسا هم نشرت رسالة هذا الطفل، وكتب فيها يطلب العمل في وكالة ناسا طبعا قائلا: عزيزتي ناسا، اسمي جاك ديفيس، أرغب العمل كموظف حماية الكواكب في مؤسستكم. قد أكون في سن 9 من العمر، لكنني أعتقد بأنني الشخص المناسب لهذا العمل، وأعتقد أن أحد أسبابي أو اعتقادي كون شقيقتي الكبيرة تناديني أيها الفضائي. جميل، يعني هذا تشجيع أخته يمكن. أي بالفعل، شركة ناسا ردت على رسالة ديفيز وقالت له: عليك فقط أن تجتهد في دراستك، وإن شاء الله سوف يكون لك مكان معانا في وكالة ناسا الفضائية في المستقبل. قال لهم: ترى أنا ما خليت فيلم في عن الفضاء ما شفته، ومشاهد كل الأفلام، ويبدو بأن أعتقد تعلق الأطفال بالفضاء يأتي من حتى يوم ما كنا صغار. الشخصية الفضائية إيتي بالضبط، يمكن إحنا أكثر الأفلام القديمة المعروفة هو فيلم ستيفن سبيلبرغ لإي تي والإكسترا ترستريال، الكائن الفضائي الذي سقط، والأطفال هم اللي ساعدوا وعادوا إلى وطنه. وكلنا بالنسبة لنا ودنا نكتشف المجهول، وكل واحد وده بصراحة أنه يكون في يوم من الأيام في يعمل مثلا محطة فضائية، لأنها تعتبر من الوظائف الممتعة لربما الغريبة، مو كل واحد الفريدة حتى إذا نقدر نحن نقول. وفعلا يعني والفضول الطفل، يعني أنه يعني أنا لما تفكر طفل في عمر 9 فكر أنا رح أرسل رسالة، شوف البساطة في مخ الطفل. أنا أتوقع إذا عطلنا عمر وبرنامجنا مستمر، في يوم من الأيام رح نشوف رسالة ديفيز مرة ثانية ونتعين في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.